السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه الآية العجيبة لها معان كثيرة، فكلمة اذهب تهدم السلبية وتبني النشاط والإيجابية، وكلمة أنت وأخوك تهدم الفردية وتبني الجماعية، وكلمة بآياتي تهدم الجهل والعشوائية وتبني العلم والمنهجية، ولا تنيا أي لا تبطأ تهدم الكسل وتبني الهمة والتضحية، وكلمة في ذكري تهدم المادية وتبني الروحانية الربانية والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا آية واحدة من كتاب الله تكفلت لنا بمنهج الحياة كاملا، فكيف بالقرآن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. آمين.